قلبي عشقها والعيون هكا غنينا رغب عليما وهكا وصلنا ال 11:37 دقيقة واخرنا عليكم شوية أما ميسيلش كل حاجة في وقتها به كلام القلب كلام القلب المرأة كلمة بألف معنى كيف نقول مرأة نقول الحياة كيف نقول مرأة نقول الحنان نقول الحب الرحمة نقول السند نقول ونقول وما نكملش رد بالك تستهين بها رد بالك تقول ليه ما تنجمش رد بالك تقول صعيب عليها رد بالك تقول وحدها ما تكملش على خاطرك باش تدخل في رهان خاسر المرأة اللي مهما كبرت تحب شكون يعاملها كيما البنية الصغيرة شكون يعوض لها شوية من الشيء اللي تعطي فيه هي المرأة اللي مهما تحسها قاسية وقوية في داخلها كمية طيبة ما تتعدش اليوم أنا نحكي على أمك على أختك على صديقتك على مرتك على حب حياتك اليوم نحكي على اللي تعطي من غير ما تستنى مقابل نحكي على اللي عديت واستحملت على حساب صحتها وراحتها رد بالك تستهين بها رد بالك تستهين بمرأة تقف معاك كيف الراجل وفي نفس الوقت تكون أنثى بأتم معنى الكلمة رد بالك تستهين بمرأة تدلك وفي نفس الوقت تهز مسؤولية ساعات تحس روحك أنت ما تنجمش تهزها سألت شي روحك زعم المرأة شنو تحب أنا نجاوبك المرأة كتلة مشاعر المرأة تحب الراجل اللي سمحها ويعطيها من وقته المرأة تحب الراجل اللي يكون لها سند وكتف تتك عليه تعرف وقتاش المرأة تعشقك وعينيها تعطيهم لك وما تشوفش غيرك كان أنت تحس بوجودها وتخليها تحس بوجودك وقت اللي تلقاك بالفم والملاء وكان نجحت وخليتها تحبك فأنت نجحت أنك تخليها تشوف العالم فيك وكان صار العكس جرحتها ومسيتها في كرامتها فأنت مسيتها في كبريائها وهنا نقولك اللي لو كان تقعد أنت آخر واحد في الدنيا هذه ما عاش باش تغزر لك واللي الجحيم باش يولي لها أرحم برشا من العيشة معك وإنه من سبع سماء نجم في لحظة ترجعك لسبع أرض.